مساء الخير. أود أن أسألك حول مسألة نية الحكومة الإسرائيلية والعسكريين الإسرائيليين بارتكاب إبادة جماعية. تقول إن هناك نية، وتذكرين رئيس إسرائيل ورئيس الوزراء ووزير الدفاع وبعض المسؤولين العسكريين الكبار، لكن هذه مقتطفات كانت في خطابات. أود أن أسألك، هل لديك الوثيقة المكتوبة من قبل الحكومة التي تظهر النية الحقيقية لارتكاب إبادة جماعية؟ هل تعتقد أنه في رواندا وفي البوسنة والهرسك أي مسؤول حكومي كتب وثيقة تقول إنني أريد أن أرتكب إبادة جماعية؟ هل رأيت أي شيء كذلك؟ أنا سأرد على ذلك، لا، الأمر لا يعمل بهذه الطريقة. هناك تلك التصريحات هي قمة جبل الثلج، وذكرتها في تقريري، ويمكن أن نكتب انسايكلوبيديا أو موسوعة حول ما قيل، وقد ذكرت ذلك. وقصدت أن المحكمة الجنائية الدولية إذا كانت جادة في تحقيق بما قامت به إسرائيل في غزة منذ 7 أكتوبر ستكون مشغولة لعشرات السنين بالنظر إلى الإبادات الجماعية السابقة وفقه القضاء الذي أصبح موجودا بتلك المناسبات. يمكن القول أن النية قد تكون بشكل مباشر في تصريحات عامة وبيانات، وأناس لهم سلطة مثل رئيس الوزراء أو الرئيس، رئيس الدولة يقول هذه التصريحات التي تنزع الصبغة الإنسانية عن الفلسطينيين، ليس مرة واحدة ولكن باستمرار ولشهور، وهذه مدعومة بفقه القضاء على أن هذه تحريض على الإبادة الجماعية، وقد انعكس ذلك من خلال السلوكيات والتصرفات الجنود مثل الإشارة إلى أملك، وأملك هي برنامج. وكما تقول، هل هناك وثائق؟ لو رأيت تقريري فإنها تضم تحليلات أو وثائق قانونية تبرر أن إسرائيل تستخدمها إسرائيل بنسخ محدثة، وتقول إن هناك تستخدم فئات مختلفة كما قلت، مثل الإخلاء والدروع البشرية، كل شخص هو دروع بشرية، النساء والأطفال ومهما كان هدفهم. على فكرة الهدف الآخر هو القضاء على حماس، تدمير حماس، هو ليس هدفا عسكريا حقيقيا، لأن هناك شيء تدمير القدرات العسكرية لمنظمة، وشيء آخر هو استهداف المكونات المدنية، وقد تم القيام بذلك في كل ما تقوم به إسرائيل، كل شيء قابل للقتل، من ذلك أيضا أعضاء الأسر، وهذا يشمل أكثر من 30,000 شخص الذين قتلوا.